بنتكلم عن 7 ستات بيسكنوا في مكان واحد، حوادثهم ايه، مواضيعهم ايه، دراماتهم ايه، تفاصيلهم ايه، ده هنشوفه في الفيلم. بس هو بيتكلم عن نظرة المجتمع للست اللي بتعيش لوحدها، ايه بقى نظرته ليها، وليه ظالمها كده، وليه اي واحدة عايشة لوحدها مفترض انها تكون مش كويسة. فده الاطار بتاع الفيلم.